السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دكتور أيمن عبد موجود معاكم، هنقول الكورس الخاص بالميديكال بارازيتولوجي از ريجارد المديول بتاع كارديو ريسبيراتوري. إن شاء الله هتكون محاضرات خفيفة، وهي 4 أو 5 محاضرات تقريبا في 2 لابس. إن شاء الله تستفادوا بإذن الله، يعني ما يكونش في حاجة صعبة. هنبتدي النهاردة إن شاء الله أول محاضرة البارازايت الافكتنج كارديو ريسبيراتوري سيستم، يعني لسهوله التدريس برضو، يعني في بارازايت افكت ريسبيراتوري سيستم هي انهابيتنج الريسبيراتوري سيستم، يعني في بارازايت المين الهابيتات بتاعتها هو اللانج تيشو، ودي كان كوز ديفرنت لانج ليجنز، ممكن تعمل نمونيا كونسوليديشن يعني، وممكن تعمل بلورال فيوجن، وفي بارازايت during its migration during its development inside the human to continue life cycle بتعدي على اللانج، زي مثلا اللايف سايكل بتاعت الاسكاريس والسترونجلويدز والهوك وورمز عموما. ودي البارازايت دول بيعملوا حاجه اسمها بارازيتك نمونيا، دي بتبقى during المايجريتوري فيز بتاعته، لكن مش المين هابيتات بتاعتهم اللانج، هي ديورنج اتس مايجريشن بتلط اللانج كده وتعمل ترانزنت نمونيا، بتقعد حوالي 2 أو 3 أسبوع سيمتومز اوف نمونيا وتختفي السيمتومز بعد كده، هي سيلف ليمت، ودي بيسموها البارازيتك نمونيا او لوفلر سيندروم. في بارازايت هي مش هيومن بارازايت، بات كان افكت ذا لانج ان كوزنج نمونيا، اللي هي الفيسرال لارفا مايجرانز، ودي ان شاء الله هندرسها، اللي هي التوكسكورا، اللي هي الاسكاريس دوجز، دي ممكن تريتش لانج وتعمل بارازيتك افكشن لللانج وتعمل نمونيا. الديزيز ده اسمه فيسرال لارفا مايجرانز. في بارازايت افكتنج ذا ريسبيراتوري سيستم باي بروديوسينج هايبر سنسيتيفيتي، بروديوسينج ديفرنت الرجي، ديفرنت الرجي زي الهاوس داست مايت. في بارازايت وين افكتنج ريسبيراتوري سيستم كان كوز سيستيك لانج ليجنز، زي مثلا الكاينوكوكس جرانيولوزس والانتبيبا ستولاتيكا، كان كوز سيستيك لانج ليجن. ده كده اوت لاين عموما عن البارازايتس الافكتنج ريسبيراتوري سيستم. السلايد ده هتلاقوه تقريبا رقم 24 في السلايد اللي هتبقى معاكم ان شاء الله. هنبتدي النهارده باول بارازايت اللي هي من كان افكت ريسبيراتوري سيستم، اللي هو البارازايت اللي اسمه باراجونيمس. الباراجونيمس ليها ديفرنت سبيشيز، احنا هناخد السبيشيز اللي هو معروف، اللي هو الباراجونيمس اللي هو اكثر انتشارا، يعني الباراجونيمس ويسترماني. As regard the geographical distribution بتاع الباراجونيمس، اللي هي السبيشيز اللي احنا بندرسها باراجونيمس وسترماني، هي موجوده في اسيا مينلي، في حتت في اسيا زي تشاينا تايوان وتايلاند، وافريكا في بلاد زي نيجيريا وكاميرون، وفي ساوث امريكا بيرو والاكوادور. ودي طبعا عشان الهابتس، واحنا هنعرف بعد كده في اللايف سايكل والمود اوف انفكشن بيحصل ازاي، عشان هم ليهم هابتس معينه، بياكلوا فيش بطريقه معينه، السمك يعني بطريقه معينه، فيعني التوزيعه دي عشان الميديكال، عشان الهابتس بتاعت الفود، فود هابتس بتاعت الارياز دي اللي هي البلاد اللي احنا قلناها دلوقتي. المورفولوجي بتاع الباراجونيمس وسترماني، يعني مش هشرح لكم انا ديتيلز قوي عشان ده هتاخدوه في البراكتيكال كلاس، بس يعني اللي يهمني بس عشان الكلينيكال بيكتشر هيبقى في حاجات مهمه عشان تفهموها. يعني هي كان بيسين بالنيكد اي، هي الورم ليف لايك طبعا دي تريماتودا، وكل الديدان الورقيه اللي هي التريماتودا
ليف لايك وفيوز دورسلو فنترالي لازقه في بعض كده زي ورقه الشجر، وهي السايز بتاعها حوالي 14 في 7 ملم، يعني كان يعني حوالي تقريبا 1.5 في اكتر من نص سنتي، فكان بيسين بالنيكد اي. التريماتودا كلها هيرمافرودايت ما عدا الشيستوزوما، الشيستوزوما الميل والفيميل سيبريت في التريماتودا، كل التريماتودا هيرمافرودايت ما عدا الشيستوزومز. في الصوره في السلايد هتشوفوا كده في تو برانشد اورجانز كده في تقريبا في البوستير وان ثيرد بتاعها، اللي هي البرانش التستيس دي، تستيس في تو تيستيكل، وفي اوفري بوستر لاترال، وفي التيوبز الصفرة دي هي اليوترس. عشان الماتوريشن بتاع الورم هيحصل لها ايج لاينج وفيرتلايزيشن باي سيلف. As regard the life cycle بتاعت الباراجونيمس، الادلت ورم ليف بتليف في اللنج، موجوده في اللنج في سيستيك كافيتيز في اللنج. الديفينيت هوست هو الهيومن بينج، في ريزرفوير هوست، ريزرفوير هوست ليها، يعني بيمشي نفس اللايف سايكل وبيحصل ايجلينج سيكشوال ماتوريشن، الماتوريشن للورم بيحصل جواها. بس بالنسبه لنا احنا عشان احنا ميديكال سكول، فهيومن ميديكال سكول يعني، فما بيهمناش قوي هي ريزرفوير هوست لينا احنا، اللي هي يعتبر ريزرفوير هوست اللي هي الدوجز والفيش ايتنج انيمالز، الدوجز والبيجز مانكيز، يعني كان هاربر ذيس بارازايت ان ذير لانجز، ودي تبقى ريزرفوير، ريزرفوير او سورس اوف انفكشن الهيومن بينج. الورم دي كان ليف فايبل ان ذا هيومن لانجز فور اباوت 20 ييرز، لان اعراضها، اعراض اللي هنعرف بعد كده الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها، كان يعني كانت بتيجي زي اللي عنده تيبركلوزز زي درن او السلو الرئوي، لان المين المين برزنتيشن بتاعها هنعرف بعد كده الهيموبتسيس، واللونج واللنجيفيتي بتاعت اللايف سايكل، اللايف سبان بتاعتها بتوصل حوالي 20 سنه، فبتجيب برزنتيشن كانوا يعني معظم الناس كانت بتشخصوا زمان ان هم عندهم درن، عندهم تيبركلوزز. وحكايه المورفولوجي انا قلت لك ان الورم كان بيسي من نيكد اي، يعني العين وهو بيقف ممكن يشوفها، يطلع حاجات زي ورق، يقول لك بيطلع حاجات لونها بني كده براونش او ريدش براون، حاجات زي الورق، وممكن تتحرك معاه لو دقق وهو بيكح وشاف البلغم وكده، ممكن يقول لك بيطلع حاجات كده ممكن تتحرك وشكل ورق الشجر وبتاع، فكان بيلفت النظر يعني الدايجنوزيس. الهابيتات قلنا في اللانج تيشو، بتعيش في كافيتيز، سيستيك كافيتيز في اللانج تيشو. العيان اللي هو انفكتد عنده الادلت موجوده في سيستيك كافيتس اور بوكيتس في اللانجز. افتر سيكشوال ماتوريشن للورم في الـ في الـ في الـ في اللانج بتلاقي اكس، الاكس دي زي كل التريماتودا، يعني كل التريماتودا بتبقى عايزه ووتر انفايرمنت عشان لايف سايكل تكمل، وعايزه سنيل انترميديت هوست، فالعيان هيكح ويطلع الاج مع السبيوتم، يا اما يسبل السبيوتم ده وعشان لايف سايكل تكمل لازم يسبل السبيوتم في ووتر انفايرمنت ويكون موجود السنيل بتاع البارازايت ده اللي احنا نعرف اسمه بعد شويه اهو، او ما هو في ناس بتسبل السبيوتم وتبلعه يبقى سوالك فيطلع مع الستول. في كلا الحالات السبيوتم والستول شود ريتش الووتر انفايرمنت عشان لايف سايكل تكمل. الايج هتعدي للووتر انفايرمنت سواء مع سبيوتم او ستول، وهي بتنزل اماتيور الايج يعني فيها جيرم سيلز كده، وبيحصلها ماتريشن في الووتر ويتكون جواها حاجه اسمها ميراسيديم اللي هو الامبريو اللي جوه الايج، والميراسيديم افتر 2 تو 7 ويكس بيهاتش من الايج ويطلع سوين في الووتر 24 48 ساعه يدور على السنيل بتاعه، وفي تو سنيلز مرسومين هم قدامكم اللي هو سنيل اسمه سيمي سالكو سبايرا، سيمي سالكو سبايرا، والسنيل الصغير اللي جنبه اللي هو شماله اسمه ميلانيا تيوبركلاتا، والسنيلز دي موجوده عندنا في الاسم في الدولاب، ولو انتوا خدتوا هيتروفس اللي هي الاكسترنال فلوك كنا وريناكم البايرينيلا كونيكا اللي هو السنيل بتاع الهيتروفس، واللي كان شبهه اسمه الميلانيا تيوبركلاتا اللي هو
سنين اللي هو بينفع يعني، كان اكت از انترميديت هوست للباراجونيمس اللي هي بيسموها لانج فلوك، فلوك اللي هي الترماتودا ليف لايك. السنيل انسايز السنيل هيحصل ماتوريشن، الميراسيديوم ده جوه جيرم سيل برضه بيتكون ديفلوبمنتال ستيجز ثانيه، يعني الميراسيديوم هيديفلوب انت حاجه اسمها سبوروسيست، وفي دوتر سبوروسيست، وبعد كده حاجه اسمها ريديا، دي ديفلوبمنتال ستيجز تبقى انسايد ذا سنيل، سوفت تيشو بتاع السنيل. وبيطلع من السنيل بعد كذا جنريشن، سبوروسيست دوتر سبوروسيست ريديا، بيطلع السركاريا. السركاريا بتاعت اللانج فلوك باراجونيماس بتبقى ليها شورت نوب كده، التيل بتاعها صغير، عباره عن نوب صغيره كده في البوستيريور اند، وبيسموها مايكرو سيركس سركاريا، مايكرو سيركس سركاريا. بقيه الترماتودا انت عارفين السركاريا بتاعت الفاشيوله اللي هي الليفر فلوك، بيسموه ليبتو سيركس سركاريا، ليبتو يعني سيمبل تيل، والفيشيستوزوما السركاريا فوركو سيركس اللي هي دي المشقوق، والستانل فلوك اللي هي الهيتروفيس السركاريا ليها ديل كده عليه زي ميمبرين بيسموها لوفو سيركس سركاريا. فاحنا عندنا ديفرنت تايبس اوف سركاريا للتريماتود، البلاد فلوك اللي هي الشيستوزوم بيسموها فوركو سيركس سركاريا ديلها مشقوق، الليفر فلوك فاشيولا جيجانتيكا او هيباتيكا ليبتو سيركس سيركاري، ستانل فلوك تروفيس تروفيس السيركاري بتاعتها بيسموها لوفو سيركس سيركاري عليها ممبرين يعني شبه يعني زي عشان ليها كده ممبرين بيسموها لوفو سيركس سيركاري. والسيركاري بتاعتنا بتاعت اللانج فلوك باراجونيماس بيسموه مايكرو سيركس سيركاري، التيل بتاعها سمول نوب كده صغيره كده عند البوستيريور اند بتاع بعد الهيد، فبيسموها مايكرو سيركس سيركاري. السركاريا دي هتبقى تطلع من السنيل سوفت تيشو بتاع السنيل في الووتر انفايرمنت سويم بالشورت نوب تيل ده، وتحاول تبيرس انذر هوست انذر انترميديت هوست في لايف سايكل اللي هم الكراستيشن اللي هي الكراستيشن فيش قشريات، السمكات القشريه زي الجمبري والكابوريا، بتبيرس السكين بتاع الكراستيشن فيش وتبقى انسيستد انسايد within the muscles of this fish or under the scales تحت القشر، وتبقى انسيست تعمل حاجه اسمها انسيستد ميتاسيركاري، وهو ده التور المعدي اللي هو الانفكتيف ستيج بتاع الباراجونيماس لانج فلوك. الهيومن بينج يبقى انفكتد لما يعني during وهو بيعمل كليننج للفيش، بينظف الفيش ست البيت او الطاهي الطباخ، وما غسلش ايديه او حط ايده في بقه وهو بيكلم حد، بيعمل السمك بينظف بيشيل قشره بيقطع السمك حتت او الجمبري ونضفه بتاعه وحط ايده في بقه وكان ما غسلش ايديه، فبياخد الانسيست من السركاريا دي، او بياكل السمك اللي هو بقى اللي هياكل مش الطاهي، بياخد الاندر كوكت او اندر سورتد الفيش دي اللي هي بياخدها مش مستويه كويسه او مش مملحه كويسه، او بعض البلاد زي اللي قلنا الصين والتايلاند واليابان والحتت دي بياكلوا الجمبري والسمك ده ناي خالص، يعني بيعملوه بيحطوه كده زي في خل كده وبياخدوه مش مطفي خالص ولا مملح، بيزقزوه كده في وسط الاكل. فهو لو هي كونتيننج انسيست ميسر كاريا بتكمل اللايف سايكل جواها، الانسيست ميسر كاريا دي تبقى اكزيست وتطلع من السيست، السيست هو اللي بيدوب في الجاستريك جوس، تطلع الميتا سيركاريا دي خلاص بقتش انسيستد خرجت من السيست، بتبيرس الانستاينال وول. بعدين بقى ما تبيرس الانستاينال وول مفيش بلاد مايجريشن، مش هتروح البلاد، هي هتمشي اناتوميكالي كده، تخرج الانستاينال، تخرج الانستاينال وول، تبيرس الانستاينال وول هتبقى في البروتونال كافيتي ماشي، بعدين هتلاقي ايه قدامها الاناتومي لو انتوا فاكرين، ايوه دايفرام ماشي، هتبيرس الدايفرام، بعد الدايفرام هتلاقي مين؟ صح بلورا، بعد البلورا تخش تلاقي اللانج تيشو ويحصل لها ماتيوريشن، وبالاميون ريسبونس والميتابوليك برودكتس بتاعتها بيحصل زي كافيتيشن، بتحصل كافيتيز وهي بتماتيور جوه الكافيتيز دي، والاميون ريسبونس بيعمل فايب باراستيشو انكابسوليشن حواليها، ولما يحصل لها ماتيوريشن بتلاقي الايجز، احنا قلنا الورم هيرمافرودايت، تطلع الايج مع السبيوتم والستان سكريشن الاقرب برونكيولز لانذر لارج برونكيولز لبرونكاست
والأياني سبيل ويكف السبلوتم ده، يا اما سبيل في الوتر يا اما يبلعه وينزل مع الستول وتلف السايكل تاني. دي شكل الايدج زي ما انتم شايفين كده، هي اوفال، وكل التريماتودا ليها اوبركلم زي غطا كده الايدج، ما عدا طبعا الشيستوزوما ربنا عوضها بسباين مش ما فيهاش اوبركلم. ولو انت بصيت على الورك كده فيك شيل، تلاقي الجدار بتاعها تخين قوي تمام، والايدج من فوق كده زي شولدرنج يعني زي شولدر كده، وهي اما تيوب فيها جيرم سيلز كده اللي في النص دي، والسايز بتاعها حوالي 90 في 45 مايكرو. الباثوجينيسيس الباراجونيمس او لانج فلوك دي هتعمل الديزيز عن طريق جرانيوميتس انفلاميشن، بتعمل جرانيلوما يعني الاميون ريسبونس بتاعها كرونيك انفلاميشن تمام، بتعمل جرانيلوما يعني الادلت وورم حواليها لارج جاينت سيلز والليمفوسايتس وعليه ومن بره الاوتر فايبر تيشو اند ايزونوفيلز، والايزونوفيل بتبقى من ضمن الكونتنت بتاعت الجرانيولوم. انذر ميثودز اوف باثوجينيستي، الورم دي ديورنج مايجريشن ممكن يحصل لها ابارنت يعني ممكن تضل طريقها لللانج تيشو بيرسن ستانل وول، وممكن يعني اكسيدنتالي بقى وده مش اليوجوال بتاعها ان هي توصل للبلاد ستريم، تريتش البلاد ستريم وكان ريتش البرين وتعمل الجرانيلوما وبرين ابسس، وممكن تبقى لوجد في الكاردياك بيرس الديافرام وتبقى افكت الكاردياك ماسل، تبقى لوجد في الكاردياك ماسل، وممكن تريتش او تبقى لوجد في البروتينيوم وتعمل جرانيلوما في البروتينيال ممبرين، وممكن تأفكت الكيدنز وده الرير يعني دي حاجات رير. الكلينيكال باتشر بتاعت الباراجونيماس او اللانج فلوك هي المين برزنتيشن بتاعها بتعمل حاجه اسمها بارازيتك هيموبتس، يعني بتعمل هيموبتس، العين بيكح دم، العين قبل ما بيوصل للهيموبتس طبعا بيبقى عنده كرونيك كاف برودكتيف كاف، واذر الاذر بقى تشيست سيمتومز ممكن يجيله تشيست بين عشان بلورزي، ممكن يجيله ديزنيا لو كان الانفكشن سيفير وفي لانج فايبروزيس حصل، مع الكرونيستي ممكن يحصل بلورال اكشن وبلورال فيوجن تمام. والهيموبسيس ده يعني المين برزنتيشن، عشان وقلنا زمان كانوا العيان بيبقوا ميس دايجنوز ان هم تيبركلوزز عندهم سولو رئوي، لان ده كان مين سيمتومز بتاع اللانج البلمونري تيبركلوزز، مع الاكسسيف سويتنج والويت لوس وكده كان العيان بيبقى عنده كرونيك برودكتيف كاف، وعلى فترات بيجيب هيموبسيس، وهي السيمتومز كده في البروجونيم ازاي التي بي بالظبط، والعيان بيلوس ويت لوس ويت برضه مع الكورنيس بتاع الديزيز بيفقد وزن وعنده توكسيميا فبيبقى سويتي وانوركسيك، فالسيمتومز شبيهه قوي، بس يعني اللي بيدقق العيان ممكن مع طبعا الهيستوري بتاع الدايت هابت والترافلنج الانديميك اريا، ان هو بياكل سمك ني او الكلام ده، هو طاهي اسماك او بينظف اسماك شغلته، بيلفت النظر وممكن يشوف البراجون ما تطلع مع الكف والسبلوتم يشوفها يلاقي حاجه زي الورق كده لونها بني او احمر او لونها محمر شويه وبتتحرك وكده، لان الدهن الورقيه ممكن تتحرك ليها لو نزلت فايبل يعني، فبيقول انا يعني بكح مخاط كده وفي حاجات زي الورق لونها بني وساعات تتحرك، خلاص لفت النظر ان حاجه بارازيتك يعني. الدايجنوزس يعني طبعا الهيستوري هيبقى مهم جدا، اللي هو الدايت هابتس وانه او الترافلنج الانديميك ارياز اللي احنا قلناها، يعني المين دايجنوزس بيتم عن طريق السبيوتم اكزامينشن،
او ستول اكزامينيشن. بتفحص السبيوتا مع الستول بتلاقي الدياجنوستيك ستيج اللي هي الايج او الادلت فلوك، هي الايج الادلت فلوك بالمواصفات بتاعته. تمام، لو ما عرفتش او شكيت في الدياجنوزس من الدايت هابتس او الترافلنج الانديميك ارياز، تعمل بقى اندايركت ميثود اوف دياجنوزس الاميوني دياجنوزس، تعمل له الايزا، تشوف بقى الانتي بوديز سبيسيفيك للباراجونمس اللي هي اللانج فلوك، تشوفها بقى بديفرنت تيست زي الايزا مثلا الهيم اجلوتينيشن تيست، الايزا اور هيم اجلوتينيشن تيست. في حاجات تانية تساعدك، لابس مثلا تعمل سي بي سي تلاقي عنده ايزينوفيليا الموزن بارازايتس او بارازيتك انفكشن معاه ايزينوفيليا، يتاكد لك يعني انك قدامك قدام حاجه غير التيبركلوزس، بيبقى الليمفوسايتوزس ملي، الليمفوسايتس هي اللي بتزيد ملي يعني ده اليوجوال، ممكن مع الكرونيستي والديبليتيتنج ممكن يحصل الليمفوبينيا في الاخر، بس في الاول بيبقى معظم اللي عنده تيبركلوز بيبقى عنده الليمفوسايتس عاليه، الليمفوسايت كاونت عالي حتى لو كان الريليتيف الليمفوسايتوز، يعني ممكن تلاقي التوتال اوكسيد كاونت اقل بس الليمفوسايتوز عاليه، لكن هنا هنلاقي الايزونوفيليا هي اللي عاليه، فده برضه يفرق يعني حاجه من ديفرنشيشن ما بين الاثنين. برضه تسعين بحاجات راديولوجي تعمل له بلين اكس راي تشيست او سي تي، بتلاقي بقى النودولر والرينج شادوز اللي هي كان بي ميس دياجنوز مع حاجات التيو اللانج كانسر او التيوبركلوزيس. تمام، التريتمنت بتاعت اللانج فلوك البرازيكونتيل باراجونيماس انتي باراجونيماس دراج اللي هو البرازيكونتيل، البرازيكونتيل انتوا فاكرين كان دراج اوف تشويس بتاع شيسوزوما، بس الدوز هنا هتبقى 25 مللي جرام بير كي جي 3 تايمز ديلي فور 3 دايز، باوز العيان واضرب 25 مللي جرام، القرص بتاع البرازيكونتيل حوالي 600 مللي جرام ومتقسم ثلاث حتت كل قطعه حوالي 200 مللي. التفاصيل دي يعني مش عليكم قوي، بس يعني هو تعرف ان هو برازي كونتيل والدوز يعني 25 مللي جرام بالكي جي 3 تايمز ديلي فور 3 دايز. از ريجارد البريفنشن والكنترول، يعني انت تبص على اللايف سايكل وممكن تكتب اكتر من اللي مكتوب في السلايد بكتير قوي، يعني طبعا هتبقى في هيلث اديوكيشن عشان الدايت هابتس دي اللي هي بتؤدي للعدوى في الاماكن الانديميك بالذات، او الناس اللي هتسافر للاماكن اللي هي الانديميك بتعلق تعرفهم يعني ما تكونش سمك غير مطهي وكده العادات اللي هي بتبقى في البلاد دي، وطبعا بتشوف الدياجنوزس اوف كيسز وتعالجهم، ده المصدر العدوى، وتشوف الريزرفور هوست اللي هو مخزن عدوى تخلص منه دوجز والبيجز والحاجات دي، وتعرف الناس اللي بيشتغلوا في الطهي والكلام ده وتجهيز الاسماك وكده في المطابخ ان هو دايما يتعامل مع الاسماك يتعامل بحذر ويغسل ايديه كويس، يعني او بحذر يعني بلبس جوانتي ويغسل ايده كويس، ولو ما كانش معاه جوانتي ما يحطش ايده في بقه وهو بيغسل وينضف الاسماك وكده، وطبعا الانترميت هوست هتخلص منه اللي هو السنيل بتاع السيمي سايكو سبرا او المانيك توبيكلاتا على اساس ما اللايف سايكل ما تكملش. ان شاء الله هناخد حاجه اسمها فيسرال لارفا مايجرانز. الفيسرال لارفا مايجرانز دي باي ديفينيشن هو انفيجن اوف هيومن تيشو the lung and really the heart and other organ can be affected، يعني visceral liver migraines ممكن تأفكت البرين ممكن تأفكت الليفر، بس يعني as regard the cardiorespiratory module اللي احنا فيه هو can affect the lung and really the heart. اللارفا دي اللي هي بتاعت الاسكاريس الدوج اند كات اسكاريدز، يعني الديدان الاسكاريس اللي هي بتأفكت الدوجز والكاتس، لو الانسان خد الطور المعدي بتاعها بيحصل له مرض اسمه فيسرال لارفا ميجرانز، ده باي ديفينيشن اللي هي الهيومن انفكشن باي ذا لارفر ستيج اوف توكسوكارا كانس اند توكسوكارا كاتي. توكسوكارا كانس بتاعت الكناينم دوجز وكاتي بتاعت الكاتس. المود اوف انفكشن لو الانسان هيتعدي وياخد العدوى دي عن طريق انجشن اوف ماتيور اجز اوف توكسوكارا كانس اند كاتي through contaminated food drinks or hands. طيب هو التوكسيكارا دي بتعيش فين؟ بتعيش في السمول انتستين بتاع الدوجز والكاتس. تمام، دي نيماتودا فهي مور ديفولبد وفي سيكشوال ديفرنشيشن في ميل وفي ميل اسكاريتس، هيحصل كابيوليشن وفيرتلايزيشن للفيميل تطلع اكس فين؟ في مع الاستول بتاع الدوجز والكاتس. طب تمام، الاكس دي لما بتطلع بتبقى يعني انفكتيف على طول؟ لا، تبقى اماتيور الاج، يبقى جيرم سيلز وتوصل الانفايرمنت
محتاجة أرض ترابية عشان تنمو، وهيوميديتي وسيرتن بيرسنت اوف اكسجين اند هيوميديتي، ومحتاجة شيدنج يعني ما تبقاش معرضة للشمس. يعني لو الستول الدوجز والكاتس اللي هم انفكتد عملوا ديفيكيشنز في الداست وكده، والاكس دي لقت الفرص المناسبة الشيدنج الظل والسيرتن برسنتيج اوف هيوميديتي حوالي 30 40% هيوميديتي 80 90% اكسجين، وجود الاكسجين بيحصل لها ماتوريشن في الانفايرمنت دي، والجيرم سيلز تتكاثر وتعمل حاجه اسمها فيرست ستيج رابديتي فورم لارفا، اللي هي ذات مولت انسايد ذا ايج وزين ذا ايج، جوه الايج هتتمولت انذر تنسلخ كده وتعمل حاجه اسمها سكند ستيج رابديتي فورم لارفا، والايج هنا بقى تسمى ماتيور ايج. هي دي المعدية، معدية لمين؟ معدية للهيومن بينج والدوجز والكاتس برضه. فهي الانسان اللي يهمنا لو خد الايج دي اللي هي الماتيور ايج اللي هي كونتيننج سكند ستيج رابيتي فورم لارفا، خدها عن طريق كونتامينيتد فود اور درينكس اور هاند، يعني هاند ازاي؟ يعني هو الايجز دي موجوده في الارض في تراب، يعني ارض زراعيه، فلاح بيزرع، عيال بتلعب في التراب وفي الحتت دي، وكان في دوجز اور كاتس ديفيكيت في الحته اللي بيلعبوا فيها الاطفال دي او على الشواطئ. دايما في الشواطئ اللي هي مفتوحه دي ممكن تلاقي كلاب معديه، قطط معديه جنبك بتاكل الاكل، بقايا الاكل بتوع الناس اللي على الشواطئ. فلو دوجز اور كات معديه وعملت ديفيكيشنز وكده، بعد وقت معين يحصل لها ماتريشن الايج في الانفايرمنت، تيجي انت قاعد على الشاطئ بتاكل وديك مش مفيش مكانك، مفيش مكان تغسل ديك في حنفيه قريب منك، وقاعد في الشاطئ بتاكل على الشاطئ، او ناس في الفلاحين في الزراعات، او اطفال بيلعبوا في حته الارياف في الارض اللي هي حوالين البيت بتاعتهم او في الغيطان بتاعتهم، ما غسلش ايديه وكل، بيلعب في التراب وحط ايده في بقه، اكل انت بتاكله وفارش في الارض وبتاكل، وبقى كونتامينيتد بالداست والحاجات اللي هي كونتامينيتد وكونتينج الانفكتيف ستيج، هيحصل لك العدوى. العدوى هتمشي ماشي في الدوجز والكاتس، وهتكمل اللايف سايكل وتبقى افضل. في الانسان في الهيومن بينج ده مش النورمال هوست بتاعها، فهي لو دخلت الماتيور ايج بتاع التوكسيكارا كانز وكاتس اللي هي كونتينج سكند ستيج ريبليتي فورم لارفا، الهيومن بينج لو خد السكند ستيج الايج اللي كونتينج سكند ستيج ريبليتي فورم لارفا اللي هي بين قوسين كده الماتيور ايج بتاعت التوكسيكارا كانز او كاتي، الاول الايج هت الايج اللي هتدوب مع الجاستريك جوس، وهتطلع السكند ستيج ريبليتي فورم لارفا، اللارفا اللي جوه الايج دي اللي هي جايه من سلاخ اللارفا الاولانيه الفيرست ستيج ريبليتي فورم لارفا، ريبليتي فورم شكل الاسوفكس بتاعها ريبليتي فورم. اللارفا دي هتبيرس الوول وتبيرس بلاد فيسل وتمشي مع البلاد سيركليشن، وكان بي لوجد ات اني تيشو، توصل ليفر توصل برين، بس احنا يهمنا اللانج والهارت، كان بي ريتش اللانج تيشو اند كارديك ماسل. هل بقى هل هتكمل اللايف سايكل؟ مش هتكمل عشان ده مش النورمال هوست بتاعها، هتعمل هتبريك انتو او الالفولاي او كارديك ماسل وتفضل كده وتعمل كرييتنج ان ايزينوفيليك جرانيولوميتس ليجن، ايزينوفيليك جرانيولوميتس ليجن سواء في الهارت في الكاردياك ماسل او اللانج تيشو. وصف الايزينوفيليك جرانيولوميتس ليجن بتاع الفيسرا لارفا ميجرانز ات اني اورجانز بقى سواء اللانج تيشو او الهارت، هو بيأبير مايكروسكوبيكالي از جريش اليفيتد نيديولز، بتبقى حوالي 3 4 ملم ان ديامتر مايكروسكوبيكالي، التيشو اللي افكتد بجروس اي بجروس بيكتشر او النيكد اي هيبان كده مايكروسكوبيكالي، هيبقى عباره عن جرينلوما اللارفا وحواليها الاميون سيلز اللي هي مينلي الفورم بودي جانت سيلز زينوفيل ليمفوسايتس، وحواليها شويه فيبروزس مع الكورونستي. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الفيسترال لارفا ميجرانز هي ديبينز على الاميون ستاتس بتاع البيشنت،
والاميون والالرجيك ريسبونس بتاعته والسيفيريتي بتاعت الانفكشن. بات يوجوالي كلينيكال بيكتشر بيبقى تشايلد من حوالي تقريبا من سن سنه لاربع سنين، وفي هيستوري بتاع كلوز كونتاكت ويز دوجز اور كاتس بيربوهم بقى في البيت او كده. بيجي بيكتشر اوف كرونيك ريسبيراتوري سيمتومز، بقاله كتير قوي بيكح، وعلى فترات الكحه بتبقى بتطلع دم، يعني في على فترات كده بيبقى انترميتد هيموبسيس، معاه سخونيه، بيلوس ويت، فتيجي تشوك يعني، وبعدين ياخد الاوردينري تريتمنت بتاعت الدراجز العاديه بتاعت النمونيا والنمونايتس انتيبيوتكس وكده، ما بيخفش. فده يلفت نظرك كورنيس بتاعت السيمتومز، سن العيان، هيستوري دوجز وكاتس بقى في بيتهم او كده، ياخد ادويه ما بيخفش قوي، وعلى فترات الكاف بتبقى برودكتيف وبلاد ستريكس بيوتم كونتيننج بلاد ستريكس بيوتم، وفي فيفر. فيلفت نظرك ان هي حاجه بارازيتك، تيجي بقى تشوك تعمل سي بي سي تلاقي الايزينوفيليك كاونت عالي قوي، بيبقى في ماركت ايزينوفيليا. وانذر لابس ممكن يعني يساعدك ان هي دي بارازيتك ديزيز، بتلاقي الماركت انكريس في الجاما جلوبلينز، كل الامينو جلوبلينز عاليه، الاي جي جي والاي جي ام والاي جي اي وعاليين. ومن الحاجات اللي هي تساعدك برضو في تشخيص الفيسترا لارفا ميجرانز از كوز اوف نيمونايتس او نمونيا، ان العيان بيبقى عنده انكريزد انتي اي وانتي بي ايزو هيماجلوتينين اللي هي الانتي واز اجينست بلاد جروب انتيجين، لو هو ايه بيبقى انتي بي عالي عنده او البي الانتي بي الانتي اي عالي عنده، ودي عشان الكروس اكتيفيتي بتاع اللارفال انتيجين اللي هي السكند ستيج اوف فورم لارفا، في كروس اكتيفيتي وشيرنج انجينيك شيرنج مع البلاد جروب انجين. من الحاجات برضو اللي بتلفت النظر مع الكرونيك ريسبيراتوري سيمتومز، بيبقى العيان عنده يوجوالي هيباتوميجل، عشان ليفر افكشن بالفيسر ليفر ماجرانز. يساعدك بقى في التشخيص انك تعمل الايزا وتشوف السبيسيفيك انتي بوديز اجينست ذيس لارفا اللي هي بتاعت التوكسيكارا كانس والتوكسيكارا كاتس، وده طبعا ما تلاقي سبيسيفيك انتي بوديز في البيشنت سيرم بطلب تطلب الايزا وتعمل بالتحدي وتشوف في سبيسيفيك انتي بوديز اجينست الرابيديتي فورم لارفا دي، خلاص بيبقى الدياجنوز استابلشت. يعني بس صعب انك يعني لو انت فكرت، عشان يعني صعب تلاقي تعمل سبيوتم اكزامينشن وتلاقي، لو ممكن تلاقي مثلا هاي ايزونيك هاي ايزونوفيليك كاونت في السبيوتم اكزامينشن، لكن مش هتلاقي اللارفا السكند ستيج اوف فورم لارفا، ممكن بتبقى ديد دايد وابزوربد، وهي الانفكشن بيبقى كلوزد عليها في اللانج تيشو، فصعب انك تلاقيها يعني. لكن الحاجات اللي هي كل الهيستوري ومع كلينيكال برزنتيشن مع اللابز فايندنج ممكن تجمع الصوره في الاخر، لكن مش هتشوف اول كوزد بارازايت في السبيوتم اكزامينشن، بيبقى صعب تشوفه. التريتمنت بتاعها هو دواء اسمه سايا بندازول. السلايد دي تجميع كده عشان البارازات افكتنج الريسبيراتوري سيستم، يعني عشان برضو تفتكرهم، في بارازات انهبيتنج ذا لانج تيشو اند كان كوز ديفرنت لانج ليجنز، ممكن تعمل نمونيا نمونايتس بلور افيوجن زي الباراجونيمس، وفي بارازات مايجراتوري بتوصل اللانج عن طريق نورمال ديفلوبمنت في نورمال هوست زي الاسكاريس والهوك ورمز والسترونجلويدز، وفي بارازايتس ابارنت يعني هي مش مكانها وبتوصل زي اللي احنا قلناها الفيسترا لارفا ماجرانز اللي هي توكسيكارا كانز وكاتس، ده نون هيومن بارازايتس. في بارازايت بيكوز ديفرنت الرجيك مانيفستيشن في ريسبيراتوري سيستم، سواء النيزل هايبر سنسيتيفيتي او برونكيال ازما، اللي هو الهاوس داست مايتس اللي هو مجموعه الدرماتوفاجويتس اللي هو الهاوس داست مايت. وفي بارازايت بتكوز سيستيك لانج ليجنز زي الايكاينوكوكس والانتابيبا هيستوليتيكا والسيست سيركوزيس بتاعت التينيا سولي.
يعني البارازيتيك نمونيا از تيرم، يعني هي مجموعه من اللارفال بارازايتس، اللارفات بتاعت بارازايتس كده سيرتن بارازايتس هو ان ريتش ذا لان كان كوز نمونيا. اشهرهم وده الموست فيمس يعني اسكاريس لامبريكوتس بتعمل ترانزنت بارازيتيك نمونيا ديورنج اتس ديفلوبمنت في النورمال لايف سايكل بتاعتها انسايد ذا هيومن بينج. والانكلوستما، الانكلوستما دي دونيرو والنيكيتور الامريكانس برضو ديورنج اللارفال ستيج بتاعتها ديورنج النورمال ديفلوبمنت في النورمال هوست بتاعها كان كوز ترانزنت نمونيا. طبعا الانفكشن بيدبنز على السيفيريتي بتاعت الانفكشن، عدد اللارفات، يعني كل ما الانفكشن يبقى سفير والورم بيردن عالي قوي، عدد الورمز اللي موجود عالي في يعني اللنج ممكن تدود، يعني ممكن اللارفات دي لما توصل بعدد كبير قوي في اللنج ممكن تعمل نمونيا. السترونجوليت سيركولاريس في النورمال لايف سايكل بتاعتها برضو مع الاميونو كومبرومايزد هوست كان كوز بارازيتيك نمونيا، يعني نمونيا نتيجه اللارفا بتاعت البارازات دي. الشيستوزوما لارفي اللي هي الشيستوزوميولا اللي هي سمول شيستوزومز لما بتوصل لانج بعدد كبير ممكن كان كوز بارازيتيك نمونيا، بس كل الحاجات دي بتبقى ترانزيانت، بتقعد حوالي اسبوعين لثلاثه اعراض نمونيا وبعدين بتبقى سيلف ليميتد وتمشي، بس العام بيمر بالمرحله بتاعت النمونيا دي. وطبعا اللارفا بتاعت النون هيومن اسكاريدز اللي هي الاسكاز بتاعت الدوجز والكاتس اللي هي تكسوكورا كانز وكاتس كان كوز نمونيا. المثال الشهير للبارازيتك نمونيا اللي هي الاسكاريس نمونيا، الاسكاريس لامبريكويدز during its normal development في الـ human being في normal host اللي هو الـ human being لما يكون في worm burden عالي عدد كبير أو يعني infection severe لما بتريش الـ larva بتريش الـ lung during its migration بعدد كبير فبيحصل local inflammation around this larva ونتيجة الميتابوليك اكتيفيتيز بتاعت اللارفات او الاستراكشرال انجن تركيب الانجن بتاعها او السكريتوري واكسكريتوري انجن بتاعت اللارفات بيحصل لوكال انفلاماتوري انفلاميشن وبتعمل نمونيا. بس النمونيا بنفستد كلينيكالي زي اي نمونيا كف وديسنيا وفيفر بس يبقى معاها هاي ايزونوفيليك كاونت، يعني هي نمونيا بس هي بتبقى ترانزيت حوالي اسبوعين لثلاثه ومعها هاي ايزونوفيلي. والبيتشر دي بتاعت الاسكاريس لامبريكويتس بارازيتيك نمونيا بتتسمى لوفلر سيندروم، ليها اسم كده اسمه لوفلر سيندروم. الصوره دي بس بنفكركم باللايف سايكل بتاعت الاسكاريس، النورمال هابيتات هو السمول انتستين بتاع الهيومن بينج وده الناتشرال هوست بتاعها. الفيميل وفيميل سيبريت سكسس عشان دي نماتودة و في سيكشوال ديفرنشيشن، يحصل فيرتلايزيشن والايج لاينج، الايج بتنزل مع الاستول لما الادلت موجوده في السمول انتستين بتنزل الايج مع الاستول اماتيور. عايزه انفايرمنت ارض ترابيه عشان تنمو، ارض زراعيه مع شيدنج ونسبه اكسجين كويسه وهيوميديتي 30-40%. بيحصل ديفلوبمنت للجيرم سيلز انسايد ذا اكز وتعمل فيرست ستيج لارفا شكل اسوفاجس رابيدي فورم فبيسموها فيرست ستيج رابيدي فورم لارفا ذات مولتس انسايد ذا اج وتدي سكند ستيج رابيدي فورم لارفا. والايج هنا تتسمى اللي هي كونتيننج سكند ستيج رابيدي فورم لارفا بتتسمى الماتيور ايج اللي هي شكل اللارفا ياخد شكل رابيدي فورم اسوفاجس. تمام، الهيومن بينج هيب انفكتد باي تيكينج ذيس ماتيور امبريونيتد ايجز في كونتامينيتد هاند، طفل بيلعب في تراب، زراعات بيستخدمها هيومن فيرتلايزر اسمده بشريه، زراعات بتتروي بميه مجاري، خضار ما اتغسلش كويس بتاع السلطه. تمام، بتاخد انت الانفكتيف الستيج ده اللي هو الامبريونيتد ايج كونتيننج ماتيور لارفا سكند ستيج ريبيت فورم لارفا، لارفا بتطلع بالايج شيل بيدوب مع الجاستريك جوز تطلع لارفا بيرس الستانل وول وعن طريق البلاد ستريم بتوصل اللانج. مع الورم بيردن العالي قوي كذا كذا لارفا بيحصل لوكال انتنس لوكال انفلاماتوري اكشن
في الالفيولاي ويحصل ليمونايتس، بارازيتك ليمونايتس، ومعها ايزينوفيليا. بعد اللارفا دي بتبقى ماتيور، بيحصل لها مولتنج في السيرد مولت في الالفيولاي، بتكريب، تفضل تزحف بقى، تسيب الالفيولاي وتطلع على البرونكيولز، برونكاي لللارنكس، العين يروح بلاحه تنزل للسمول انتستين وتبقى ماتيور، جيت ماتيور وتبقى ادلت. لوفلر سندروم از تيرم هو ده بيجي مع البارازيتيك نمونيا بتاعت الاسكرس، يعني هو السندروم ده اتوصف مع الاسكرس، وريلي كان بيصفوه مع الهوكون، بس هو مين اللي اتوصف مع مع الاسكرس لمبريكويز انفكشن؟ لما يكون في هيفي انفكشن مع الاسكرس لمبريكويز، سيفير انفكشن، في هاي ورم بيردن، العين خد عدد كبير قوي من الانفكتيف ستيج اللي هو الامبريونيتد ايجز اللي هي كونتيننج السكند ستيج اوف ديز فورم لارفا او الماتيور لارفا، مع المايجريشن ووصولها لللانج بعدد كبير، وبتنشيت سيفير لوكال انفلاميشن. فالعين ده لما بيجمع السيمتومز والبيكتشرز دي، السيمتومز والساينز دي، الكلينيكال بيكتشر دي بتسمى لوفلر سندروم، اللي هو بيجي له ازماتيك اتاكس، اديما اوف ذا ليبس، فيفر، كاف، وعلى فترات تجيب بلاد ستريكس وبرودكتيف بلاد ستريكس سبيوتم، عين بيبقى ديسنيك. والمهم بقى، المهم قوي السبيتم اكزاميشن بتاعه بيريفيل هاي ازمريك كاونت، والابديت فورم لارفا بيبان، والريد سيلز بيبان، بيبقى موجوده عدد معين من كرات الدم الحمراء في السبيتم اكزاميشن. في السبيتم اكزاميشن بتاع البارازيتيك نمونيا بتاع الاسكاريدز الدوج وكات اسكاريدز اللي هي توكسكورا كانز وكاتس، اللارفات مش بتبان مع السبيتم اكزاميشن. الانفلاميشن ده عشان فوق الانتيجين، اختلاف الانتيجين، وده مش ناتشرال هوست بتاعها الدوج والكات اسكاريتس اللي هي توكسكورا كانس وكاس اللي بتعمل مرض اسمه فيسر لارفا ميجرانس. مع السبوتم اكزامينشن مش بتلاقي اللارفات، ممكن تلاقي زينوفيليك كاونت، تلاقي ريد سيلز مع السبوتم اكزامينشن، بتشوف اللارفا مش بتشوف اللارفا. الانفلاميشن هناك بيبقى كرونيك وجرانيولوميتس، وفي فايبروزس حوالين اللارفات، فما بتخرجش، مع الكافينج، فما تشوفهاش مع الفيسر لارفا ميجرانس، بتشوفها بقى مع الاسكاريتس، ده ناتشر هورس بتاعها، والفايبروز مش جامد، الانفلاميشن مش بيتوصف جرانيلوما، ومعهوش فايبروزس على حوالين اللارفات، بيبقى فيه هاي ايزينوفيليا بس، وما فيش اميون ريسبونس بانتنس فايبروزس يحوط على اللارفات وما خلاش تخرج. كان في اللوفرس بتخرج اللارفات مع بتخرج مع السبيوتر. وطبعا الاكس راي بيبقى فيه سكاتد موتلنج، تلاقي اللانج كده موتلد حتت زي لوحه شطرنج كده، حتة غامقه اللي فيها الانفكشن وحتة تانيه فاتحه بتبقى في لانج موتلينج. ان شاء الله هنكمل. از ريجارد الهوك وورم ديزيز اللي هي الورمز اللي اسمها انكلوستما ديودينال والنيكيتور امريكانس، الهابيتات بتاعت الورمز دي طبعا الادلت ورمز ليف ان ذا سمول انتستين اوف مان، بس احنا هناخد ايه دورنج اتس ديفلوبمنت واللايف سايكل اوردينري ونورمال لايف سايكل كان افكت ذا لانج، كان افكت ريسبيراتوري سيستم، ليها مايجريتوري ستيج في اللانج، ودي من الورمز اللي بتعمل بارازيتيك نيمونيا، بارازيتيك نيمونايتس او فيرمينس نيمونيا او فيرمينس نيمونايتس، كلمه فيرم يعني ورم. يعني ان شاء الله هناخد اللايف سايكل كده بريف. الانكلوستما ديودينال دي بتتسمى الاولد وورلد هوك وورمز، اللي هي موجوده اساسا كجيوغرافيكال ديستريبيوشن في الميديترينيان ريجون واوروبا. النيكيتور امريكانس موجوده في سنترال وساوث امريكا، اللايف سايكل اللايف سايكل بتاعت الهوك وورمز عموما ان جنرال، سواء الاولد وورلد هوك وورمز اللي هي الانكلوستما ديودينال او النيو وورلد هوك وورمز اللي هي النيكيتور امريكانس، الهابيتات بتعيش في السمول انتستين اوف مان. الادلت زي اني ميثودز، الفيميل بيحصل لها فيرتلايزيشن، هي كمان اوف سيبريت سكسز،
الايج بتبص في الاستول، والايج بتبقى اماتيور بس كونتيننج يعني من فور ستيج، فور سيل ستيج اور 8 سيل ستيج، بيحصل لها ديفلوبمنت في السويل وبتهاتش ربيتي فورم لارفا. وربيتي فورم لارفا بيحصل لها مولتس بتنسلخ في السويل اندر انفيرمنتال سويتبل انفيرمنتال كونديشنز، مش شيدنج يعني تكون في حته ظل وفي سفيشنت اوكسجين وهيوميديتي. واللارفا الربديت فورم لارفا بتمولتس وتحول لانفكتيف فيلاري فورم لارفا اللي بتبقى مغطيه بشيس، اللي هو بيدينا يعني ايه انطباع وفكره وذاكره عن الاتش ال اللي كانت موجوده الغلاف بتاع الاج. فاللارفا بتبقى انشيز يعني انكلوزد انشيز اللي هي تقريبا الاتش ال. والهيومن بينج بيجت انفكشن من بالفلاري فورم لارفا اللي هي الانفكتيف ستيج، لما بيمشي في السويل وهو بيرفوتد حافي، هي اللارفا بتجيت اتراكتد تو هيومن بالورمز مينلي يعني سخونيه الجلد بتاعت الهيومن، والفايبريشنز اللي هو بيمشي في الارض والكلام ده بتبقى جيت اتراكتد للسكين بتاعته، سواء بقى الناس اللي بتشتغل بالزرع في ايديها وتنظف بايديها وهي مش لابسه جوانتيات، او ماشي حافي في بلينتو حتى لو ناس قاعدين في فيلل والكلام ده، او طبعا الفلاحين والاولاد اللي بيبقى في الغيطان في الـ في الـ في الرورال اريز. بتخش الفلاري فورم لارفا كلوز تشيس وبيرس الهيومن سكين وتدور على اقرب فين، اقرب فينول، اقرب لمفاتيك فيسل، وتبص وتريتش السيركوليشن تروح الرايت سايد اوف ذا هارت، والرايت سايد اوف ذا هارت بامبت بالمالمونري ارتريز تو ذا لانج، ويت مولد تقعد شويه بتقعد من اسبوعين لثلاثه. وفي الوقت ده بقى حسب العدد اللي بيوصل من اللافات دي فلاري فورم لارفا بيحصل الدامج في اللانج والالفيولاي، وبيحصل واتس كولد الفيرمنس نمونايتس او فيرمنس نمونيا. وطبعا يعني لو كان الانفكشن لايت انفكشن مش هتبص بالنمونيا، فهو اكوردنج تو ذا سيفيريتي، السيفيريتي بتاع النمونيا او الانسس بتاع الحدوث النمونايتس هنا بيدبندز مينلي على الورم بيردن، على عدد اللافات اللي هي هتوصل لللانج. فلو انفكشن لايت مش هتبص في الستيج دي، هيبقى فيري مايلد، تبقى مش هتبان سيمتومز خالص. لو الورم بيردن عالي يعني اللافات الفلاري فورم لارفا وصلت الالفيولاي كتير، هيبتدي العين يخش في الستيجز بتاعت النمونايتس. اللارفا بعد 2 تو 3 ويكس بيحصل لها مولتس برضو، بتنسلخ انسلاخ كده وهي في الالفيولاي وتمايجريت، بتقعد اسبوعين لثلاثه في الوقت بيحصل ده الباثولوجي في اللنج تيشو، بتمايجريت تو ذا تراكيا وبعدين لللارينكس وتبي سوالود وتنزل سمول انتستين، ويحصل لها المولتس الاخير الرابع وتبقى ادلت، ويحصل سيكشوال ديفرنسيشن ميل وفيميل، ويحصل فرتزيشن للفيميل وتلاي ايجز سواء 4 او 8 سيل ستيج، وتنجي في الاستول وتلف السايكل تاني. الورم الثالثه اللي هي بتعمل فيرمس نمونيا او فيرمس نمونايتس او بارازيتك نمونايتس اللي هي سترونجلويدز ستيركوراليس. البارازيتك فيميل او الادلت فيميل بتاعت السترونجلويدز ستيركوراليس بتعيش اندر ذا ميكوزا اوف سمول انتستين ميلي في اليودينم والابر جوجيوم. البارازيتك فيميل بتبرو السب ميكوزا، موجوده في السب ميكوزا تو جيت نورشمنت اند تو ليز ذير اكس. الاكس بيتهاتش اندر ذا ميكوزا، فالاكس مش هتطلع بره، مش يعني فيري فيري رير تو بي سين ان ستون. الاكس الايج بيبقى اندر ذا ميكوزا وتهاتش الايج انسايد انفكتد هيومن الديفنت فوست، وبيحصل هاتشنج للاكس اندر ذا ميكوزا وبتهاتش لارفا ربيتي فورم لارفا. هي اللارفا دي اللي هتبيرس برضو الميكوزا وتطلع بره لليوم بتاع السمول انتستين وتبص وذ ستوري. اللايف سايكل بتاع الاسترومبلويد ستيركوراليس وازاي هتوصل لانج تيشو وتعمل دامج وتوصل عن النمونيا. طبعا الاسترومبلويد زي ما انت خدت بالك كده البارازيتك فيميل بتعيش في السمول انتستين او في الابر بارت من السمول انتستين ديودنا وابر جوجنا،
والادلت فيميل بتبيرس الميكوزا تو لاي ايجز عشان تاخد نارشمنت اندر ذا ميكوزا، والايجز بتهاتش في الاندر ذا ميكوزا بسمول انتستين، وبقى افتر هاتشنج بتبيرس الميكوزا عشان تطلع لليومن، فالميكوزا بتتهربت خالص بتاعت السمول انتستين في الانفكشن ده بتاع السترونج ليستر كلاس. الهيمنه ازاي هتوصل بقى للارباط دي اللانج؟ هي اللايف سايكل بتاعتها ممكن تاخد كذا كذا شكل يعني. الدايركت لايف سايكل ان زي تقريبا نفس اللايف سايكل بتاعت الهوكور، يعني الارباط اللي هي طالعه مع الاستول، لان قلنا الهاتش الهاتشنج بيحصل اندر ذا ميكوزا في الاندر سويتبل انفيرمنتال كونديشن في السويل، بتمولتس وتتحول لنان فيدنج اللي هي الفلاري فورم لارفا مستنيه الهوست بتاعها، وهي نان شيز ما عليهاش الغطا بتلوس التشيز بتاع الاتش ال ده، و بتبرس الميكوزا بتبرس الميوكس ممبرين او السكن، طبعا كومن للسكن وريبي يعني، لو حد يعني الووتر بقى كونتمينتد بقى داست كونتيننج ذيس لارفا ممكن تبرس الميكوزا بيفور ريتشنج الاستومك يعني جوز ده رير يعني روت انفكشن. مين بيرسنج السكن بتاع الديفنت فوز اللي هو المان، هو ماشي في الجنينه بتاعته او في الفلاح في الغيط او الاولاد زي ما احنا قلنا، والسويل كونتامينيتد بالفلاري فورم لارفا بيحصل بيرسنج للسكن، وبتريتش السيركليشن عن طريق الليفاتكس او الفينا سيركليشن، وتروح الرايت سايد اوف ذا هارت تو ذا لانج تيشو، هنا بتوصل وتحصل لها مولتنج للفلاري فورم لارفا، وتقعد حوالي اسبوعين ثلاثه في الستيج دي بيحصل الدامج بتاع الالفيلاي، ودي قلنا ستيج ترانزيانت بتقعد حوالي اسبوعين ثلاثه، وافتر المولتنج والمده دي بتسيب الالفيلاي الفيولار داكت تمشي فيها باص بالالفيولار داكت، بعد كده سمول برونكيولز لارج برونكيولز لارج، بعد كده توصل للمين برونكاس تراكيا توصل للارينكس، تعمل اوريتيشن كده العيان يبتدي يتنخم وبتاع، يروح بلع اللارفا تنزل لسمول انتستين وتمولس السلاخ الاخير بتاعها وتبقى ادر. ده اول مود اوف لايف سايكل، اول شكل من لايف سايكل. ممكن بقى الرابيديتي فورم لارفا دي لو خرجت في السويل اندر سيوتبل انفيرمنتال كونديشن بيحصل لها فورمولز الاربع سلاخات بتوعها وتبقى ادل، وتعمل حاجه اسمها الفري ليفنج سترونج لايستر كلاس، يحصل سيكشوال ديفرنسيشن ميل وفي ميل، ويحصل فرتلايزيشن وتلاقي الاجز البارازيتك في ميل في السويل، ويحصل لها هاتشنج في السويل وتجيب رابيديتي فورم لارفا، ومن رابيديتي فورم لارفا يحصل لها الفور مولتس وتحول لفري ليفنج، وتمشي اللايف سايكل دي حوالي 3 4 جنريشن مثلا، او يحصل الانفايرمنت يبقى ان سيوتابل، فالفلاري فورم لارفا الشكل الثالث بقى من اللايف سايكل هتتحول وهي في السويل، هتتحول لفلاري فورم لارفا وتستنى الهوست بتاعها عشان تبص زي الموديل الاولاني الدايركت لايف سايكل. بيحصل مع سترونجلويد ستيركولاريس حاجه اسمها اوتو انفكشن، عدوى ذاتيه انسان بيعدي نفسه. ممكن هما تو تايبس اوف اوتو انفكشن بتحصل مع سترونجلويد ستيركولاريس، شكلين انترنال اوتو انفكشن واكسترنال اوتو انفكشن. الانترنال اوتو انفكشن يعني غالبا بيحصل مع الناس اللي هما عندهم ستيزس كده في حركه الانتستين، او يعني باكل معين او ديزيز في السمول انتستين، فبيدي فرصه للرابيدي فورم لارفا ان هي تحصل لها مولتس وتديفولب انسايد اليومن للفلاري فورم لارفا، وهي جوه هتروح بيرسنج الوول بتاع السمول انتستين او اللارج انتستين لو باص عدت يعني، وسواء هتبرس بقى الوول بتاع الانتستين سمول او لارج الفلاري فورم، وتوصل للسيركليشن عن طريق الليمفاتكس او الفينس سيركليشن، وتكمل اللايف سايكل وتوصل رايت سايد الهارت، وبعدين تروح للانج وتعمل اللانج دامج. او ممكن الاكسترنال اوتو انفكشن بيحصل مع السيفيريتي بتاع الانفكشن ورابديت فورمولا 4 عدد كبير خرج، ممكن بتبرس بيحصل لها المولتس والديفلوبمنت في فورمولا 4 وتبرس السكن بتاع الحولين الانس، بتنيد السكن اوف ذا بيري انر ريجون، وتخش السيركوليشن وتريتش الهارت عن طريق السيركوليشن وتعمل لانج دامج حسب المده 2 3 ويكس اللي بتقعدهم وحسب السيفيريتي وعدد اللارفات اللي وصل.
في الاير فورم لارفا. يعني لو ساعات الرديد فورم لارفا بيتحول للفلاير فورم لارفا وتبيرس الورطه للتستين، ودي يسموها عدوى انترنال انفكشن، او يحصل البيرسينج بتاع السكن في البيري انال ريجون، ودي بيسموها الاكسترنال انفكشن. اللي يعني المشكله الحاجه الانفكشن بيحصل مع استرونجلويز ده طبعا بيعمل بينكريز السيفيريتي بتاع الانفكشن، بيعمل بيرزيستنس الانفكشن، عدوى شغاله داخليه وخارجيه، وبتزود الورم بيردن، عدد الورمز اللي جوه، وطبعا عدد اللارفات اللي بتطلع منها، فهيعمل مور دامج لللانج تيشو. والسترونجلايز كلاس دي من البارازايتس اللي احنا بنقول عليها اوبورتونيستك، يعني عاده بتيجي في الاميونو كومبرايزد هوست، ودي ممكن يبقى فيتال ديزيز مع الناس اللي هم عندهم اميونو كومبرومايزيشن، سواء بديزيز ديزيز زي الايدز او كرونيك ديبليتينج ديزيز زي الكرونيك ليفر ديزيز او كرونيك رينال فيلير او كرونيك مال نيوتريشنز او دراج بياخده زي استرويدز او الاميونو سبريسيف دراجز في الكانسر، او طبعا على راسهم الايدز، الايدز بيشنت اكوارد اميون ديفيشن سيندروم، دول ممكن يكون سبب الوفاه منهم لو جالهم انفكشن بالسترونجلويدز، بيبقى فيتال، وكمان دي الانفكشن هنا بيبقى ديسيمينيتد، يعني ممكن ياثر اللارفات توصل للسكريشن ومش تروح اللنج بس، لا تروح اللنج والبرين والليفر وتعمل ويحصل فيتال ديزيز. الدياجنوزيس بتاع ال فيرمنس نمونيا او ال بارازيتيك نمونايتس هيبقى يعني بيزد اون هيستوري وكلينيكال فايندنجز ولابوراتوري فايندنجز وراديولوجيكال فايندنجز. في الهيستوري يعني اللي هيخليك تشك ان دي فيرمنس نمونيا او فيرمنس نمونايتس او بارازيتيك نمونيا، يعني حاجه بارازيتيك كوز بالريسبيراتوري سيمتومز العين جاي بيها. من الهيستوري تيكنج يعني هيديك هيستوري اوف سكين ليجن قبل الريسبيراتوري سيمتومز. السكين ليجنز اللي هي بتيجي مع الاسترونجلويدز والهوك وورم نمونيا، بيبقى في سكين ليجنز فورم اوف اتشنج، يديك يقول لك انا قعدت هرش قبل ما اكح واديني دقيقه نفس. كان في عندي سكين ليجنز ان ذا فورم اوف اتشنج ريثيما سمول باستيولز كده، وبرده الهيستوري بتاع ان هو راجل فارمر فلاح اشتغل في غيطان او كده، او واحد عنده جنينه ولا حاجه هو اللي بيقوم بالاعمال فيها وكده. فاول هنت كده هيديك ان قدامك النمونيا دي مش فايرال ولا بكتيريال، يعني من الهيستوري تيك، سواء شغلته طبيعته في حياته بيحب يألف في مثلا في الزراعات، هو اللي عنده فيلا ولا جنينة هو اللي بيقوم بعملها، يعني هنت كده في الهيستوري هيلفت نظرك. تاني حاجة في كلينيكال، في كلينيكال برزنتيشن بتاع البارازيتيك نمونيا بيبقى قبل النمونيك سيمتومز اللي هي الفيفر والانوركسيا والبون ايكس والهيديك، واللي هي الكونستيتيوشنال سيمتومز اللي هي اسوشيتد مع النمونيا، والريسبيراتوري سيمتومز اللي هي الكف وديسنيا او بلاد تنجد سبيوتم. العيان بيدي كده قبليها باسبوع مثلا او خمس ايام ان هو ازماتيك برونكايتس سيمتومز اوف ازمه، يعني بيجي له ديسنيا وتشيست ويزيس الاول قبل ما يخش في الكونستيتيوشنال سيمتومز اللي هي الفيفر والرايجورز والبون اكس والانوركسيا والهيديك، وبعد كده ريسبيراتوري سيمتومز اللي هي كاف ديسنيا برودكتيف كاف اسوشيتد ويز بلاد سام تايمز، يعني بلاد ستريك سبيوتم وتشيست بين، بيدي كده ازماتيك سيمتومز اللي هي ديسنيا ويزيس اللي هي ازماتيك برونكايتس سيمتومز ازماتيك برونكايتس قبل النمونيا. برضو من اللابوراتوري فايندنجز اللي هي هتخليك تشك ان دي بارازيتيك كوز اللي هي هتلاقي فيه هاي بلاد ايزينوفيليا، هاي بلاد ايزينوفيليا. وطبعا لو جمع معاك الداتا دي هتطلب سبيوتم اكزامينيشن، هتلاقي فيه البوزيتيف لارفا بقى اللي بتاعت الاسكاريس او بتاعت الهوك وورم او سترونج لويدز، هتلاقي الرابليدي فورم لارفا موجوده مع الهاي ايزينوفيليك كاونت في السبيوتم كمان، فدي تبقى باثوجنومونيك، يعني دي دياجنوستيك. الراديولوجيكال فايندنجز
النمونيا بتاعت الفيرمنس نمونيا او البارازيتيك نمونايتس بتبقى اللانج كونسوليديشن بايلاترال وسكاترد وباتشي، ما ياخدش مثلا زي البكتيريا نمونيا لوبر لوب كامل او هيموثوركس كامل، بيبقى باتشي وبايلاترال، ويعني بيقولوا كده عليه في الراديولوجيكال تيرمز موتلينج، تلاقي اللانج مبقعه كده يعني بايلاترال وسكاترد وسمول باتش اوف كونسوليديشن. دي من الحاجات برضو اللي هتخليك تشك ان دي بارازيتك، ولو ان الحاجات دي برضو موجوده في مع الفيرال نمونيا برضو. هنكمل ان شاء الله. البرازيتس ذات كان كوز سيستيك لانج ليجنز، وكلمه سيست يعني اللانج كافيتي كونتيننج فلويد وسراوندد باي سام سورت اوف فايبروزيس كهوست اميون ريسبونس. البرازيتس دي اللي كان كوز سيستيك لانج ليجنز اللي هي الباراجونيماس دي خدناها، تينيا سوليا دي المفروض بتاخدوها مع الجي اي تي، دي واحدة من السيستودز سيستود وورمز اللي هي ديدان الشرطية تعيش في السمول انتستين، اسمها التانيا سوليوم، و الايج بتاعتها انفكتيف. لو الهيومن بينج تيكينج الايج بتاع التانيا سوليوم اللي هي بتيجي مع البورك المصل اوف بيجز، الايج دي بتهاتش في السمول انتستين وبيطلع منها حاجة اسمها اكس كانس امبريو، امبريو كده بست شوك، وست شوك بيروح السيركيشن وبيلوجد في اللنج ويعمل حاجه اسمها سيست سيركس سيلولوزي اللي هي اللنج سيست سيركوزيس. الكاينوكوكس جرانيلوزس اللنج هايديتد سيست اللي هي الادلت اسمها كاينوكوكس جرانيلوزس وورم، ودي واحده برضو من السيستوز واحده من الميدان الشرطيه. والانتاميبا هيستوليتيكا، انتاميبا هيستوليتيكا اللي هي اميبيك لنج ابسس بتعمل حاجه اسمها اميبيك لانج ابسس، وده حاجه طبعا بروتوزوا. يبقى باراجونيماس تريماتودا تينيا سوليام سيستودا ايكاينوكوكس جرانوزس سيستودا انتمي هيستولوتيكا بروتوزوا الكوز ذات كان كوز سيستيك لانج ليجن. الانتمي هيستولوتيكا از كوز اوف اميبيك لانج ابسس. الانتاميبا هيستوليتيكا الهابيتات بتاعتها هي التروفوزويد فورم، بيعيش في الول وفي اليومن بتاع الكولون بتاع اللارج انتستين. المود اوف انفكشن الانجشن اوف ماتيور سيست كونتيننج الفور نيوكلياي اللي هي الماتيور انتاميبا هيستوليتيكا سيست. ممكن ياخد السيست دي في كونتامينيتد فود اور درينكس او اوتو انفكشن، هو عنده الانفكشن ده التروفوزويد بيبقى موجود في الول في اليوم بتاع اللارج انتستين، وبتتكون الانتيميبا هيستوليتيكا سيست اللي هي الماتيور ستيج بتاعت الانتيميبا هيستوليتيكا، ممكن تتكون في اليوم بتاعت اللارج انتستين باصد والستول وهي immediately infected، فممكن ياخدها بالاوتو انفكشن فيكال اورال روت، يعني الاعيان اللي هو عنده الانتيميا هيستوليتيكا تروفوزويد بتتكون عنده في اليوم الهيستوليتيكا سيست الماتيور فورم الماتيور ستيج بتاع اللي هي الانفكتيف ستيج. فالانفكشن ممكن يكون انجشن اوف ذيس ماتيور سيست في كونتامينيتد فود اور درينكس اور بياخدها كاوتو انفكشن. الباثوجينيسيس بتاع الانتاميبا هيستوليتيكا ازاي هتوصل لانج وتعمل اميبيك لانج ابسس. العيان بعد ما بياخد الماتيور ستيج بتاعت الانتاميبا هيستوليتيكا اللي هي كوادر نيوكليات اللي فيها فور نيوكلياي، بيحصل السيست وول بيدوب بالجاستريك جوس. بعد كده الميتا سيست دي اللي هي بتخرج من السيست بتنزل السمول انتستين، وفي اللور اليوم بيحصل لها اكزيستيشن وبتديفايد بالبين ريفيشن وتدي فور الاربعه نيوكلاي هيدو 8 افتر بين ريفيشن هيطلع 8 تروفوزويد. يعني السيست وول هيدوب في الجاستريك اسيدك جوس،
الميتا سيست هتنزل في الاسكيب وتنزل سمول انتستين في اللور اليوم، بيحصل لها بين ريفيشن، بيحصل لها مالتيبليكيشن بين ريفيشن، وتجيب 8 تروفوزويد. كل سيست بتطلع 8 تروفوزويد. التروفوزويد ده هيعيش في اليومن اندر يعني لو كان الهوست ريزيستنس كويس والاورجانيزم ده الفيرولنس بتاعته لو فيرولنس او لو باثوجينيك فيرولنس، هيعيش في اليومن ويتكسر بالبين ريفيشن. التروفوزويد اللي هم 8 هيد 16 وهكذا بيتغذوا على الميوكس بتاع الميوكس سكريشن بتاع الانتستين. اندر سيرتين كونديشن لو كان الفيرولنس الاورجانيزم الفيرولنس بتاعته عاليه، او في ستيزس في اليومن بتاع الانتستين، سيرت الدايتس اللي هو على طول الكربوهيدرات دايت، والستيزس بتاعت الكونتنت بتاعت الانتستين، واللو اميونيتي بتاعت الهوست، او الفيرولنس بتاع الاورجانيزم باثوجينيك فيرولنس بتاعته عاليه. في الحاله دي وده الاكسبشن يعني، هو في النورمال لو كان الهوست ديفنس كويسه التروفوزايت هيعيش في اليومين ويتغذى على الميوكس بتاعت الانتستين، ومش هيحصل له مش 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 هينفيد الميوكوزا ويعمل اللانج ابسس اميبيك لانج ابسس. الفيرولنس في فيرولنس فاكتور في الانتيموستوليتيكا لو موجود، اللي هو لو كان عنده جين اللي هو بيخليه يطلع بروتيوليتيك اور ليتيك انزيمز او ليتيك سكريشنز اللي هي بتدوب الابيثيليوم بتاعت السنه الميوكوزا وبيعمل السر. الالسر دي بيسموها فلاسك شيبد السر لان هي ليها وايد بيز ونارو اوبننج، نارو اوبننج وايد بيز، وشكلها عامل زي الفلاسك كده، فبيسموها الفلاسك السر او فلاسك شيبد السر بتاعت الاميبا. لو عملت الالسر دي وحصل ايروجن بلاد فيسل هينجح التروفوزويت. طبعا السيست ريستنج ستيج مش دي ومش بتطلع سكريشن، السيست الشغل كله مع التروفوزويت ترو النشط ترو الاكتيف ستيج بتاع الانتيميو ستراتيك. لو عمل لو كان الاورجانيزم فيرولنت عنده الجين بتاع بيطلع بروتوليتيك انزيمز، او في لو هوست ديفنس، او في انجري اساسا في الانتستين سابقا ب مثلا كانسر مثلا او انجري قبل كده كيميكال، حد شرب مثلا بطاس زي ما الطفل صغير ولا حاجه، ممكن الحاجات دي مع الدايت كونتنت الهابت دايت دايما كربوهيدرات دايت وستيزس وعين كونستبيتنج على طول، فده بيدي فرصه للتروفوزويت ان هو لو كان فيرولنت وعنده بروتوكليتيك انزيم هينفيد الجاستريك ميكوزا ويعمل فلاسك شيبد السر ويورود بلاد فيسلز ويوصل للسيركيليشن وكان ريتش ذا لانج ثرو فينس سيركيليشن ويعمل اميبيك لانج ابس، لان التروفوزويت اللي هيوصل اللانج وما بيحصلش انسستيشن في الحاله دي التروفوزويت هيعمل بروديوس انفلاميشن في اللانج تيشو، وبالبروتوليتيك انزيمز بيعمل لايسيس للتيشو ويكون الابسس. ولو كون الابسس والتروفوزويت اكتيف كان قرود السمول برونكس او برونكيولز كونكتنج تو الابسس، والعين ممكن يكف يعمل هيموبتس ومع السبيوتم ممكن يطلع ممكن يطلع التروفوزويت، تلاقيه بقى بالسبيوتم اكزامينشن ممكن تلاقي التروفوزويت بتاع الانتيميو هيستوريتيك. ده طبعا دايجنوستيك اللي عملت سبيتم اكزامينيشن ولقيت التروفوزويت خلاص بقى ده دايجنوستيك باثوجنومونيك للاميبيك لانج ابسس. طبعا بعد ما العام بياخد الماتيور سيست وكل ماتيور سيست هتجيب 8 تروفوزويت، التروفوزويت هي ديفايد مالتبلاي بالبين ريفيشن وبيعيش على الميوكس سكريشن بتاعت اللارج انتستين. After sometimes of after multiplication بكذا سايكل هيحصل له انسستيشن، او يحصل الكونديشن انترنالي هتبقى
not suitable، هيحصل التروفوزويت يحصل له انسيستيشن ويكون ماتيور سيست اللي هي تخرج مع الستول وتبقى انفكتيف للاخرين لو هو فود هاندلرز، لو هو فود ميكرز يعني. هيعدي الناس لو ما كانش غسل ايديه وعمل اكل للناس او استخدم الستول الهيومن الهيومن اكسكريتا كفيرتلايزر للبلانتس وكده، يستخدموا الهيومن اكسكريتا كفيرتلايزر في الاجريكالتشر وكده، او الانسان اللي هو عنده الانفكشن ده هيعدي نفسه لو ما غسلش ايديه كويس بعد الديفيكيشنز وكده، ممكن يحصل له ياخد السيست ماتيور سيست ويعدي نفسه بالاوتو، يبقى اوتو انفكشن. السلايد اللي قدامنا دي الاربعه سلايد دول، السلايد A وسلايد B وسي ودي. السلايد البي ده التروفوزويت ستيج، لو انتوا خدتوا بالكم هو السهم ده بيشاور على الار بي سيس، التروفوزويت ده انجلف ار بي سيس، وفي سودو بوديا لو انتوا خدتوا بالكم كده عكس السهم يعني يمين السهم في تو سودو بوديا طالعه، والنيوكليس طبعا موجوده وفي سنتر كاريزوم. فالسلايد بي ده انت بيبا ستوليتيكا تروفوزويت، سلايد بي ده اللي هو السلايد اي الاي ده بريسيست، بتري السهم في ده كروماتويد بوديز وده فود يعني فود فاكيولز موجوده في السيتوبلازم، يبتدي التروفوزويت لوسنج السودو بوديا، مش مع ما فيش سودو بوديا هيخش بقى فريستنج ستيج ويعمل السيست، بدايه تكوين السيست. السلايد اللي تحت السي والدي ده السي اللي هي الجروس بيكتشر بتاعت اللارج انتستن كولون ومليان السر، ميكوزا متهربده خالص. والسلايد الاخير دي ده الفلاست شيبد السر بتاعت الاميبا تبقى ستوليتيكا ليها ايه انه النارو اوبننج وايت بيز اهي. تمام، دي اكس راي باين فيها اللنج ابسس على الرايت هيم ثوركس، هتلاقي فيه فلويد ليفل اباف زي الافرام في الرايت هيم ثوركس. الدياجنوزز بتاع البالمونري اميبيزيس او الاميبيك لانج ابسس، الهيستوري العام بيدي قبليها هيستوري اوف اميبيك ديزنتري، عام بقى عنده كوليك ابدومينال بين، انترميتنت دياريا ودياريا مواصفاتها ان هي فيها اكسسيف ميوكس وكونتيننج بلاد، بيدي الهيستوري ده وبعد كده بيخش في بالمونري سيمتومز. كلينيكالي بيكتشر اوف نمونيا، كلينيكال بيكتشر اوف نمونيا تيجي كلينيكال بالنمونيا. راديولوجيكالي هتلاقي في لون كونسوليديشن وابسس. تمام، اللي يخليك بقى تشك ان هو الابسس ده مش بكتيريال ولا فانجل ولا ان هو بارازيتك، يعني تشك ان هو بارازيتك. الهيستوري بتاع الاميبك ديزنتري اللي انا عنده كرونيك اميبايسيس، كرونيك اميبيزيس يعني، ومدي هيستوري اوف اميبك ديزنتري. وبعدين السبيوتم اكزامينيشن اللي هو يعني كان كوز او كان ريفيل الانتميه هيستوريتيك تروفوزويد، وبرضه هتلاقي ممكن تعمل سيرولوجي، بتلاقي الاميونو جلوبلينز اجينست انتميه هيستوريتيك عاليه، يعني تعمل الاميونو جلوبلين اي جي جي او اي جي مع كورونيستي طبعا بتلاقيه عالي سبيسيفيكلي، يعني سبيسيفيك اي جي اي للانتيميف ستريتيك. ولو كان اللانج ابسس ده اكسسبل حته قريبه من تحت سب لوريك يعني وكان اكسسبل، ممكن تاخد اسبريت. الهدف من الاسبريت ده انك عايز تشخص السبب، تعمل مايكروسكوبيكال اكزامينشن وتشوف التروفوزويت ستيج بتاع الانتيميف ستريتيك. تريتمنت اوف اميبيك لانج ابسس العام بنعمل له اسبريشن اوف ذا ابسس، والاسبريشن غير السيرجيكال درينج، يعني بيبقى لارج سيرنج كده ولوكال اناثيتيك وبتاسبريت الكونتنت على مره واحده او على مرات، وبعدين بتدي له مترونيدازول اسبوعين اللي هو الدواء اللي اسمه مترونيدازول اللي هو اسمه فلاجيل في السوق.
وممكن يعتاج العيان لو كان لارج ابسس او ريبيتد افتر سيرج افتر درينج، بيخش في حاجه اسمها السيرجيكال درينج، بيفتح بقى بيفتح السوركس يعني، ويبقى سيرجيكالي دريند. الكوز الثاني اللي من البرازات بتعمل سيستيك لانج ليجن، او البرازات الثاني اللي ممكن يعمل سيستيك لانج ليجن ايكانوكوكس جرانيلوزس، ودي واحده من السيستودز الديدان الشريطيه اللي هي اللي بتعيش فين؟ بتعيش في الهابيتات بتاعتها النورمالي، ما بتعيش في الانسان على فكره، هو ده دي دوكس ستودز، بتعيش في السمول انتستين اوف دوكس اند اذر كاناينز زي الفوكسس واللوينز والتايجرز. الانسان هنا في الايكانوكوكس جرانيلوزس، الانسان هنا انترميديت هوست مش ديفينيتيف هوست، تمام؟ الهيومن بينج هنا مع الايكاينوكوكس جرانيلوزس هو انترميديت هوست، الديفينيتيف هوست هنا الدوجز اند اذر كاناينز. الهيومن الانفكشن بتاع الهيومن بينج بيبقى عن طريق الاجز بتاعت الدوده دي اللي هي موجوده في الدوجز اند اذر كاناينز، سمول انتستين اوف دوجز اند اذر كاناينز. الاجز بتاع انفكتيف طبعا الانسان اللي هو بيتعدي عن طريق انجكشن اوف اجز فروم هاند تو ماوس، بعد ما بيلعب مع الدوجز ده اللي هو معدي وعنده الدوده دي في السمول انتستين بتاعته، افتر ديفيكيشن سام اجز بتبقى لازقه كده في الشعر اللي حواليه في الدوجز، والطفل صغير واحد عنده كلب وعنده الدوده دي، ممكن هو بيلعب مع الكلب ده وبيحط ايده على شعره والكلام ده، او بيشطفه، الناس اللي عندها كلاب يعني ممكن ياخد العدوى، او الناس اللي هم الاطباء البيطريين يعني، والناس اللي بتشتغل مع الكناينز دول في جنينة الحيوانات والكلام ده، نضفوا الاقفاص بتاعتهم كان بي انفكتد. وممكن برضو الاجز كونتامينيت فود اور درينكس، يعني الكلب اللي موجود في البيت ده وكده، وممكن وعنده العدوى دي ممكن الاستول بتاعه يكونتامينيت فود اور درينكس في المكان اللي هو عايش فيه. اللايف سايكل بتاع الايكاينوكوكس جرانيلوزس ان بريف كده، القصه كلها ان الدوج ده بيبقى عنده الانفكشن ده وعنده الايكاينوكوكس جرانيلوزس موجود في السمول انتستين. مثلا القصه بيحكوها كده ان الكلب بيرعى غنم، والدوجز ده بيديفيكيت فبيكون تمنيت الجراس، الحاجات اللي هي الحشائش اللي هي في المرعى، يجي الجوتس والشيب والحاجات دي ايت الايج بتتاخد بعد كونتمنيت الجراس، هي الايج الاكس كانس امبري يخرج ويبيرس السمول انتستين ويلف مع السيركليشن، ويبقى لوجد في الليفر في اللنج في البرين، ويعمل حاجه اسمها الهيداتيد سيست. يجي الخروف ده او الشيب ده يتذبح، يجي الراجل بالنيكد اي يبص كده على الفيسرا دي اللي هي الليفر لانج برين، يلاقي فيها السيست دي مش بياكلها فبيرميها، يجي الكلب ياخدها، الكلب يتعدي تاني عن طريق الانجيشن اوف ذيس هيداتيد سيست اللي كونتيننج مايكروسكوليسيس والبروت كابسولز الحاجات اللي جواها دي، ويجي له العدوى تاني يتكون جواها الادلت تاني. الانسان بقى دوره ايه؟ هو اكسيدنتال الهيومن بينج جيت انفكتد لما بياخد الايج دي عن طريق بقى قلنا تاني الكلب اللي هو قاعد بيلعب معاه، او الستول بتاع الدوجز انفكتد دوجز كونتمنيتد الفود او درينكس بتاعت الهيومن. فهو اللايف سيركل بتقف في الهيومن بينج، الايجز بتطلع هيكس كانز امبرو، الامبرو بيخرج من الايجز بيرسل ستانل وول يلف السيركليشن ويعمل السيستيك لانج ليجن، سيستيك لانج ليجن اللي هو الايكاينوكوكس جرانيلوزس سيست، ويقف السايكل على كده تبقى بلايند سايكل مش هتبقى. ده شكل الايكاينوكوكس جرانيلوزس السيستودا دي سمول سيستودز بتتكون كده بيزيكال من سكوليكس، طبعا الكلام ده تاخدوه ان ديتيل في البراكتيكال كلاس، او اماتيور سيجمنت وماتيور وجرافيت سيجمنت، يعني فيها ثلاثة سيجمنت بس هي سمول سكوليكس. طبعا اللي بيسموها ايكاينوكوكس جرانيولوزس
الإيكاين زي عشان هي كراون اوف هوكس هوكس عشان السيست ستيج بتاعتها اللي هي الهداد سيست، وجرانيولوزس عشان هي بتبقى جرانيولز عاملة زي جرانيولز كده وجواها فلويدز كلير فلويدز. فإيكاينو يعني الدودة اللي هي تاج وعليه شوك. كوكس تعمل حاجة مدورة اللي هي السيست بتاعتها هديت سيست. جرانيولوزس عشان فيها جرانيولز أو فيزيكلز بتبقى عبارة عن سيست وجواها كلير فلويد. جيبلين اكس راي تشيست في الرايت لانج بيز في كورة كده بيضة دي اللي كان كوكس جرانيولوزس سيست. ولو انت خدت بالك دي في ميل بيشنت عشان العلامات كده بتاعت الاندر نابس بتاعتها. دي سي تي تشيست والثراسك فيرتبري موجودة اهي من ورا، وفي بيج كان كوكس جرانيولوزس لانج سيست. الدياجنوزس بتاع البالمونري هيديتس سيست او الكاينوكوكس جرانيلوزس لانج سيست هو بيعتمد مينلي على يعني على الهيستوري، كلينيكال فايندنجز، راديولوجيكال فايندنجز، و سيرتن انفيزيف تكنيك زي الاسبريشن سيتولوجي والسيرولوجي، وممكن طبعا مولكيولار دياجنوزس. الكلينيك الهيستوري تيكينج مهم عشان الناس اللي هم ليهم كونتاكت مع دوجز او فيترينري حد له علاقه بالطب البيطري والتعامل مع الحيوانات اللي كده. الكلينيكال العام بيجي بسيستيك لانج ليجن، والراديولوجيكال فايندنجز مهمه، ولو سي تي تشيست اتعمل في حتت كويسه وفي ديتيلز ممكن يبين كونتنت بتاعت سيست او اللايرز بتاعتها ويديك هنت اوف دايجنوزس ان هي هايداتد عشان ما تعملش حاجات انفيزيف. الحاجات الانفيزيف زي الاسبريشن سيتولوجي وده بيخوفه يعني بيبقى ممكن تؤدي لدنجرس كونديشن اللي هي انفلاكتيك شوك لو حصل ليك وانت بتاخد الاسبريشن وبتاخد من السيست بالسيرنج وكده وحصل ليك والفلويد ده بقى اكسترافازيتد بره، وممكن يعمل انافلاكسيس او يحصل امبلانتيشن من المايكروسكوليسيس اللي هي جوه ويحصل امبلانتيشن ويعمل سيست انذر سيست جنب اللي انت بتاخد منها فلويد سامبل. ف دي مش مستحبه او تتعمل. السبيوتم اكزامينشن كان ريفيل الهيداتد ساند، يعني ممكن لو كان سيست مع كورونيستي بتقولود برونكاس مع بريشر تعمل بريشر اتروف مع الوقت ويحصل العاني كف ويطلع الفلويد بتاعت هيداتد سيست بالاكزامينشن ممكن ريفيلز الكونتنت بتاعتها الهيداتد ساند والدياجنوز هيداتد سيست. سيرولوجيكال تيست بتشوف السبيسيفيك اميونوجلوبلين اي جي جي للايكانوكوكس جرانيلوزس، والمولكيولار دايجنوستكس طبعا بي سي ار بشخص. التريدنج بتاع البلمونري هيدات سيست او الايكانوكوكس جرانيلوزس لانج سيست هو مينلي سيرجيكال ريموفال، بتشيل السيست دي ده المين تريتمنت. ممكن تعمل حاجه تانية اسمها البيركوتينيوس اسبيريشن ري ابزوربشن انجكشن ري اسبيريشن تكنيك اللي هو البير تكنيك، بيعتمد انك بتشفط الفلويد هديت الفلويد وتحقن مكانه هايبرتونيك سلاين او هيدروجين بروكسيد، تحقن وتعمل استراليزيشن للسيست بالهايبرتونيك سلاين والهيدروجين بروكسيد اللي هو البير تكنيك. البارازيتس اللي ذات كان كوز الرجيك ديزيز في الريسبيرتوري سيستم الرجيك راينايتس اند الرجيك برونكال ازما هي الهاوس داست مايتس. كلمه مايتس دي اللي هي حشره عث بيسموه عث الغبار اللي موجود في مصر الدرماتوفاجايتس فاريني وموجوده في امريكا، يعني ده مور ذان 6% اوف هاوس داست مايتس اللي هي بتعمل الرجيك راينايتس وبرونكال ازما في الايجيبشن بيشنت هو السبيشيز ده اللي هو درماتوفاجويد فاريني. في انذر سبيشيز اللي هي المايكروسيرس والتيرونس. الهاوس داست مايتس اللي هي حشرة عس الغبار دي اللي بتعمل الرجي موجودة في اسوشيتد وذ داست بقى مع البيدنج اللي هي غيارات السراير والفرنيتشر
الفروشات بتاعت المنزل والأولد كاربتس، الحاجات المتخزنة في البيت كده كراكيب، بتبقى containing these أو المايتس دي بتعيش فيها. كاركترز بتاعتها هي very small mites، يعني حوالي 0.2 to 0.3 مليمتر. والحشرة دي اللي هي عدس الغبار دي translucent، اللي هي بتاعت المايتس دي، بتفيد على الاكسفوليتد هيومن سكينز، الجلد اللي بيتقشر منك، والنيلز انت بتقص الحاجات القصاص الضوافر في البيت. هي الحشره دي مش بتقرص، يعني هي نوت بايتنج، هي السيجنفيس بتاعتها كله عشان هي كونتيننج باورفل انجين للسسبتبل هيومنز، تعمل له سيفير الرجي، سواء الرجيك بقى كونجكتيفايتس، راينايتس، الرجيك سكين ديزيز، الرجيك درماتايتس، طبعا البرونكيال ازمه على راسهم في الكاب في السسبتبل بيشنت، لان هي بتسكريت فيها باورفل انجين من السكريشنز بتاعتها او من الكاست سكين بتاعتها اللي هي الحاجات اللي جلدها هي، سواء ليفنج اور ديد. فبقى في السسبتبل بيشنت والاتوبيك بيشنت تعمل له الرجي في ديفرنت سايتس، طبعا برونكيال ازمه ده اهم حاجه، وتاثر على تعمل الرجيك رانيتس عنيفه في بعض البيشنتس والاطفال بالذات، وطبعا بتاثر برضه على الاي، بتعمل الرجيك كونجكتيفايتس، والسكين بتعمل الرجيك اتوبيك ديرماتايتس. السلايد ده بيبان شكل الهاوس داست مايتس اللي هي حشره عفه الغبار، زي ما شايفها كده ترانسبارنت هي وسمول انسكت. الفاكتس الميديكال فاكتس بيقولوا ان 10% من الهيومن بوبوليشن بيبقى برون تو بي هايبر سنسيتيف للهاوس داست مايتس. ومن الحاجات اللي هم بيقولوها، بيقولوا انه يعني اي سرير جديد بعد حوالي 6 اسابيع، حوالي شهر ونص، بيبقى كولونايز بحوالي 10 مليون انسكت. وبيقولوا ان المخده تقريبا وزنها بيزيد حوالي 50% من وزنها بيزيد في حوالي 6 شهور، عشان الديد بالوزن بيزيد عشان الديد مايتس اللي هي جواها. فالفاكس دي يعني بيبالك قد ايه الداست مايتس دي مهمه. اللايف سايكل بتاعت الهاوس داست مايتس بتاكل حوالي من شهرين لثلاث شهور. ديفلوبمنت بالانكمبليت ميتامورفوزس. اللايف سايكل عايزه اوبتيمال كونديشن، الاوبتيمال كونديشن بتاعتها التمشن بتبقى حوالي 25 و80% هيوميديتي. لو الحراره عليت عن كده او قلت عن كده، اللايف سايكل بتاخد وقت اطول او ما بتكملش. وعشان كده التكييفات الحته المكيفه يعني كده، ويعني الهيوميديتي بتاعتها بتبقى اقل من كده بكتير، فممكن اللايف سايكل ما بتتمش بتاعت الهاوس داست مايتس. الميديكال بورتس بتاعت الهاوس داست مايتس، واحنا قلنا 10% of people prone to be hypersensitive للداست مايتس دي. المين ميديكال امبورتنس بتاعت الهاوس داست مايتس برونكيال ازمه، الرجيك رينايتس اللي بيسموه بيرينيل رينايتس، الرجيك كونجكتيفايتس، والديرماتايتس. المين الميكانيزم بتاع الالرجي بتاع الهاوس داست مايتس، هي الحشره دي ليفنج اور ديد هي الرجيك. ايه بقى اللي بيعمل الرجي فيها؟ البوديز بتاعتها، الكاست سكان بتاعها، والبودي سكريشنز بتاعتها. وبيقول ان الجاتس بتاعت المايتس، المايت جاتس كونتين في انزيم كده اسمه بيبتايديز، ده بيخرج مع الاستول بتاعها والفيسس بتاعها، وده بوتنت الرجيك. سريعا كده عشان نفهم الباثوجينيس بتاعت الهاوس داست مايتس وازاي بيعمل الرجي. الاميون سيستم، الهيومن اميون سيستم، هي النيت اللي هو نيتيف اميونيتي، يا اما اكوايرد، الحاجات اللي هو منح ربنا مديها لنا انسان بيتولد بيها، او الاكوايرد. والاكوايرد يبقى سيل ميديتد يا هيمورال، والاكوايرد اميونيتي سواء سيل ميديتد اميون ريسبونس او هيمورال اميونيتي، بيبقى اندر ذا كنترول اوف تي هيلبر ليمفوسايتس. الاميون ريسبونس للهاوس داست مايتس بيبقى مينلي هيمورال عن طريق الانتي بوديز. الانتيجين بتاع الهاوس داست مايتس، وات ايفر بقى الكاست سكين او الاكسكريتا،
بيتاخد بالانتيجن بريزنتنج سيلز اللي هي هتعمل بروسيسنج للانتيجن ده وبريزنت الانتيجن ده للتي هيلبر 2 اللي هي هتستيمولييت 3 تايبس اوف سيلز، البي سيلز والايزانوفيل والماست سيلز. الاكتيفيشن بتاع البي سيلز اللي هتتحول باكتيفيتد وديفرنشيتد، البلازما سيلز اللي هتطلع امينو جلوبلين، الامينو جلوبلين IgG، ويحصل اكتيفيشن للماست سيلز والايزانوفيل. هيحصل حاجه اسمها الانتي بودي ديبندنت سيل سايتوتوكسيستي، ويحصل دي جرانيوليشن بالاكتيفيتد انتي بوديز دي اللي هتبقى لينكد مع الاكتيفيتد سيلز ايزينوفيل وماست سيلز، ويحصل دي جرانيوليشن للاكتيفيتد سيلز دي ثرو ذا بروسيس اللي هي انتي بودي ديبندنت سيل سايتوتوكسيستي. والدي جرانيوليشن بتاع الاكتيفيتد سيلز دي هتطلع الهيستامين اذر سابستانس، والهيستامين طبعا هيعمل فازو دايلاتيشن وبرونكو كونستريكشن، وده هيبقى اللي يفصل لي بقى العين اللي هو عنده الرجيك لورايتس، بيبقى كونجستد نوز كده من الفازو دايلاتيشن بتاع الهيستامين والاذر برودكت زي الهيبرين اند اذر سابستنس موجوده في الماسلز والايزينوفيل، والبرونكو كونستريكشنز اللي يفسر بقى الديسني والروزز بتاع البرونكيال ازمه. الدياجنوز بتاع الهاوس داست مايت الرجي وتبقى بقى الرجيك رانيتس برونكيال ازمة، طبعا الهيستوري تيكينج العام بيحس ان مثلا نفسه اتخنق، مناخيره اتزكمت وابتدى يعطس، وعنده بيرنج سيشن في النوز مع التعرض لعفار او تراب او تنظيف ست بيت تنظف منزل او طفل صغير. كلينيكال اكزامينيشن طبعا بتاع الديزيز بقى وتبقى بقى الرجيك رانيتس والبرونكيال ازمة. وطبعا مهم قوي في الدياجنوز بتاع الهاوس داست مايت الرجي انك تعمل سكين تيست، وتعمل سكين تيست تعمل سيرم اسيل سبيسيفيك امينو جلوبلين اي جي اي واي جي جي. بالنسبه للسكين تيست بتاع الدياجنوز بتاع الهاوس داست مايت الرجي، انت بتحضر الانجي بتاع المايتس دي دايلوتد وبيتحين انتراديرمال، والعين اللي هو اتوبيك او هايبر سنسيتيف بيحصل له ويل كده واتشنج لوكالي، وطبعا بتعمل له قياس للسيرم اي جي اي واي جي جي سبيسيفيك اجينست ذيس انتيجين بالسيرم بتاعه، فبتشخص ان هو عنده هايبر سنسيتيفيتي زي ما بقى كان جايب الرجيك رونايتس او برونكيال ازم. الكنترول بتاع المايتس طبعا اهم حاجه اكسكلوجن اوف داست من الهو، سواء بقى تنظيف بالفاكيوم وكنس كهربائيه بقى للماتريس والفرنيتشر والارضيات بتاعت البيت، الهوت ووشنج للبيد البيدز والزجاجيد بتاعت البيت، استخدام الانسكت سايت اللي هي الاكري سايتس، بتترش حاجات معينه عشان الهاوس داست مايتس دي اللي بيسموها الاكري سايتس. الهيوميديتي كنترول اللي عايزه اللايف سايكل عايزه حوالي 80% هيوميديتي، يعني الهيوميديتي عاليه قوي، فانت الجود فنتليشن بتاع لما يكون في جود فنتليشن في الحتت دي ما بتساعدش على اللايف سايكل بتاعتها وبتقف